بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن كيفية حماية حسابك على فيسبوك من الاختراق. ده حسابي انا على الفيسبوك، هنلاقي فوق فيه 3-4 زراير كده، واخر زرار على الشمال خالص هنا من فوق ده اللي هو انا دايس عليه دلوقتي، اللي هو التلات اشارات اللي جنب بعض، ده بيدخلني على صفحة اعدادات حسابي انا على فيسبوك. هلاقي طبعا فوق عرض الملف الشخصي، صفحات، المجموعات، مش عارف ايه كلام زي كده. هنلاقي حاجة هنا من تحت اسمها الاعدادات، هندخل عليها كده. طبعا هي تبقى مقفولة اصلا كده، ده الاصل بتاعها بيكون مقفول كده، لما بفتحها بيطلع لي حاجة اسمها الاعدادات. يبقى الاعدادات والخصوصية الاول اهي، بدخل على الاعدادات والخصوصية، بلاقي حاجة اسمها الاعدادات، بدخل عليها بلاقي حاجة جواها اسمها تحت الامان وتسجيل الدخول، دي اللي انا عايزها. في حاجة هنا كلنا عارفينها اللي هي تغيير كلمة السر، دي كلنا عارفينها اللي هي تسجيل الدخول، دي لو هدخل عليها هدخل كلمة السر الحالية وكلمة السر الجديدة وعيد الجديدة مرتين عشان اغير كلمة السر، ده لو انا شاكك ان في حد فعلا اخترق حسابي، لكن دي انا مش هقولها لان احنا كلنا عارفينها. اللي احنا مش عارفينه اللي هي اللي هقوله دلوقتي، في حاجتين هنا مهمين جدا في الوضع في الحتة دي. اول حاجة حاجة اسمها المكان اللي سجلت دخولك منه، ده بيجيب لك الاجهزة النشطة او اللي فتحت على الاكاونت بتاعك. لما اعمل عرض الكل كده بيفتح لي كل الاجهزة اللي دخلت او مفتوحة حاليا على الاكاونت بتاعي. هنا هلاقي ان مثلا هواوي واي 9 ده اللي هو الموبايل اللي في ايدي، في فيسبوك نشط الان، وفي ماسنجر من 6 دقايق، وفي مدير الاعلانات من 7 دقايق او من 6 دقايق، دول بتوعي انا عارفهم. فيسبوك فور ويندوز ده الكمبيوتر بتاعي برضو انا عارفه. مفيش اي جهاز هنا غريب انا مش عارفه، لو في جهاز غريب مش عارفه هعمل هنا على التلات نقط دول واعمل تسجيل الخروج. طب انا مش هعملها عشان ده انا عارف الاكونت بتاعي او الجهاز ده بتاعي. فاي جهاز هشوفه، اي حاجه هشوفها انا مش عارفها، بعمل له تسجيل خروج. الميزه هنا كمان ان بيقول لك نوع الجهاز اللي فاتح والابلكيشن اللي فاتح والمكان نفسه. يعني هنا بيقول لك هنا ال هو هنا كنت ناجح حمادي ما اعرفش ليه يعني، بس هو الجهاز بتاعي يعني. يمكن في مشكله في الشبكه في فودافون فعمل شويه لخبطه يعني. لكن هو الاهم انه بيجيب لي الجهاز بتاعي انا والابلكيشن اللي فاتح عليه واسم الجهاز طبعا هواوي واي 9. ممكن لو انا عايز اطلع من كل الحسابات مره واحده بعمل على الزرار اللي تحت ده تسجيل الخروج من كل الجلسات، اطلع من كل الابلكيشنز من كل البرامج اللي داخل عليها سواء في الموبايل ده او في اجهزه تانية من فيسبوك، ما عدا طبعا ايه ابلكيشن فيسبوك اللي فاتحه دلوقتي. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ودي الاهم، حاجه اسمها المصادقه الثنائيه. المصادقه الثنائيه ان انا هنا بدخل كده عليها، دي باختصار ان هو بيبعت لي رساله اس ام اس على الموبايل بتاعي اللي انا بسجله في الحساب بمجرد ما اي جهاز يحاول يدخل على الاكاونت بتاعي. يعني ايه؟ انا لما اجي ادخل على الاكاونت بتاعي من لابتوب تاني او من موبايل تاني او من اي اندرويد ايفون لابتوب كمبيوتر ديسكتوب، هيطلب مني اليوزر نيم والباسورد. لو انا دخلتهم المفروض ان هو هيفتح. طب افرض حد تاني غيري فتحهم او عارفهم يعني، هيدخله هيفتح معاه، يبقى كده اخترق الجهاز بتاعي او الحساب بتاعي. فهنا الطريقه دي انه بيبعت لي مع كل محاوله دخول جديده بيبعت لي رساله اس ام اس على الموبايل اللي انا مسجله فيه. ان انا مسجل الموبايل بتاعي اللي هو اخر 19 ده، وقايل له طريقه الامان رساله نصيه. تمام كده. الطريقه دي بتضمن لي تماما انه محدش هيقدر يخترق الاكونت بتاعي على فيسبوك غير لو في نفس اللحظه كان سارق الموبايل بتاعي وفتحه، ودي طبعا حاجه صعبه جدا يعني. ودي أأمن طريقة لحماية حسابك على الفيسبوك من الاختراق. سيبك من اللي يقولك ما تدخلش على مجموعات ما تدخلش، لا هو أيا كانت عملت ايه، بس مدام محدش قادر يدخل على الحساب بتاعك إلا انت، فانت كده يعني تضمن ان محدش يخترق حسابك. أو ممكن يكون بعض الابليكيشن بتاخد بيانات من حسابك لكن بتقدرش تغير في حسابك، بتقدرش تضيف حاجة على حسابك. طبعا اللعب والحاجات اللي على الفيسبوك دي ممكن تسرق منك معلومات لكن مش بتخترق حسابك. طبعا سرقة المعلومات دي سهلة جدا، اي حد هيدخل على اكاونت اي حد هيعمل، اصل المعلومات اللي هتسترق هي ايه؟ هي ان صوتك على الفيسبوك، انت بتهتم بايه، عايز ايه. طبعا دي عشان قصة الاعلانات والتجارة يعني.
فانك تسرق معلومات من حد من الاكونت بتاعه من معلومات هو نشرها علنيه مش سريه يعني مش جروبات سريه مثلا هو عاملها دي سهله جدا ومش محتاج اصلا اختراق. انا مجرد ما هدخل على اكونت اي حد هقدر اعرف هو بيتكلم في ايه وبيفكر في ايه وبيتخانق مع مين وبيهزر مع مين. لكن كلمه اختراق معناها ان حد دخل كانه انا. دي انا بمنحها تماما باني بعمل طريقه المصادقه الثنائيه. ودي كانت معلومه سريعه على الماشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.